السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم راح نلعب فيفا درافت. من زمان مرة 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 ما لعبنا درافت، فمن زمان حتى ما نزلت مقطع فيفا. بإذن الله هذا الدرافت راح نجرب فيه. أوكي أنا ما اخترت لعيبة الحين، بس إن شاء الله إن شاء الله إنه بيطلع لنا برايم آيكون. يعني برايم هو أقوى نسخة من الآيكون نفسه. فمثلا خولية 94، كرايف 93، رونالدو 96، رونالدينيو 94، شيء زي كذا. فأنا جربت من قبل كرويف، لكن الحين إن شاء الله يا رب يا رب يا كريم. أوكي بلس مخلص. بسم الله ندخل الحين. يا رب يطلع لي التشكيلة اللي أبغاها. أوكي 4-3-1-2 هي أفضل واحدة. هذه فيها أوكي 3 CM وفيها RW أو RF11 خرافية، لكن هذه أفضل لأنه ماسك الوسط مرة وما نحتاج الأطراف يعني بذاك القدر. شيت يا ساتر، ثلاثة من اول الكابتنية، ثلاثة كروم ابليس عيال. طيب الحين بناخذ اوكي باجيو نحطه على جنب. اوكي يا خليت يا ازيبيو، نقول خليت. يا رباه يا شيخ، من اول لاعب ثلاثة ايكون، ثلاثة برايم. يا ساتر يا رب. اوبو ميانج يا حبيبي، شكل التشكيلة باذن الله انها تطلع خرافية باذن الله. اجويرو اوكي والله تشكيله الحين الوه. نفس عميق. فريد قوي مره كجسم وكذا. اوه بوجبا، وش البطاقه يا ساتر. يمين بالله العظيم ان اللعيبه اللي طلعوا الحين مره خرافيين، ابدا ما يطلع زي كذا. لا فاندك بعد، اقسم بالله يا عيال ان في بلا اوكي في بلا. الحمد لله يعني تقبل دعائي، طلع لي برايم ايكون، طقيت ام الكبار نايم مالد. ها الو، اقسم بالله ان شيء اسطوري اللي قاعد يصير. اوه جورج بيست ثاني مره يطلع لي. انا قلت ان كرويف طلع لي جورج بيست طلع لي، نسيت ان اقول لكم. اقسم بالله العظيم تشكيله اسطوريه. بس ها ويليان، خلينا ناخذ ويليام بدل محرز، لان محرز مره عادي جسمه. شوفوا يعني اخذ يونغ واحط البي سي بي، بس معليش اريكسون از هير. اريكسون اوكي، التشكيلة اسطورية 189 يا ناس. يا ساتر يا رب، حرام ما نفوز ما نفوز. مارادونا، زانيتي سي دي ام، الدون 99، ميسي 99، كانتي. فرحان انا باللي عندي، بس والله تشكيلة قوية. صح انه تناغم عنده مشكلة. اوكي في التناغم عنده مشكلة يا عمري. حلوة. طيب اطلع يا خلية، تكفى يا رباه تكفى. ليش تبو كذا؟ ليش طق برجله اصلا؟ يا عمري يا خليات، يقطع عمري مناولة كذا في النص، حطه بينهم يا عمري. يا كبير يا الانهاء. تكفى. شو ذا الشيء يا شيخ؟ مو بتشوت في الحارس. يعني مرمى قدامك تشوت في الحارس ليش؟ بوميوك الثاني، الله عليك والله شوته يعني زي الناس، شوت زي الناس، تفهموا يا ناس. قاعد احاول اشوت زي الناس من اليوم، هجمات تضيع، كل شيء يضيع. بس بوجبا يا عمري يا شيخ، وش ذا اللعب المتعة يا شيخ؟ لاعب مجنون خليت. اوكي الخصم الثاني دفاعه خرافي، دي ام ذا اللي على اليمين اول مره اشوفه حق فالنسيا، بس ان شاء الله ما يكون كانتي حق فالنسيا ان شاء الله، يعني لانه مطور 87، فاكيد انه يطق اللي ما ينطق. لا يا شيخ كهر يا عمري، خليت يا عمري، المرجله يا عمري، اريكسون يا عمري يا شيخ. كم مره قلت يا عمري، كم مره قلت يا شيخ، بس اقسم بالله العظيم
مالح مالح مالح، نعوض نعوض، فاهمك. وين بتروح؟ تكفى. طلع 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 طلع، الله يا شيخ يا عمر يا ابو ميانج، عوض من ثاني هجمة على طول، ما عنده تفاهم والله، خفت ان تضيع والله يا عمري. بست وش ذا، والله بغت تيجي قسم بالله. اوه يا جويرو تكفى، اقلام من القهر يا عيال. انا كنت اقول ابغى البرايم من كل لاعب، لكن صار ما يطلع الا البرايم في الدرافت. يا عمري يا الذب، ما في اوفسايد، ما في اوفسايد، ما في اوفسايد، الله الاول جاك من اوميانج يا عمري. هني الجول، ما اقدر اقول شيء، هني الجول والله، هني الجول، سحبي نطلبي سوى كل شيء. يا عمر اي وش اللاعب، وش اللاعب يا عيال، والله ما ادري ايش يقول عن ذا اللاعب، والله ما ادري ايش يقول. شوف ما تفرق يمين يسار، مصاب مو مصاب. يا عمري الكبري وش ذا اريكسون، هذا اريكسون متأكدين، متأكدين اريكسون، اقسم بالله العظيم ما توقعت 2% من الاداء كذا، والله ما توقعت، اقسم بالله اني ما توقعت هذه اللفه اللي حقت مدافع ابد. قلت الحين بقيت سنه عشان يلف ولا شيء، ولا بتسقى في المدافع وبياخذها، ما توقعت كذا ابد. دايم يجربي، دايم يجربي، دايم يجربي خليات، والله دايم يجربي. زلقتي ذي مال وما داعي. واحد يخش، تكفون واحد يخش، والله اثنين دفاع اثنين ولا واحد خش. انا ما ادري ليش حاط دفاع، انا خربت الهجمه. تكفى يا عمر يا اجويرو. اي يا شيخ اي اي اي، اجلد 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 يا اجويرو. صفر يا حاكم، جبنا الفوز، جبنا الفوز، روقنا. انا اذا صبت تخسى افوز الا بالصدف يعني، الحمد لله. عمري خوليت، ادري اني امدح فيه بكثير بس خوليت، هذا خوليت. يا عمري ابو ميانج لا، تكفى تكفى يا الله، يا سحبه والله، سحبه اسطوريه ابو ميانج، اهنيك. مجنون يا مجنون، اقسم بالله العظيم مجنون. تعبنا اللي راح، وين راح؟ طيب عمري، الله يا اريكسون يا عمري يا اريكسون، صح انه سكت مدري بس سلاخها من قلب. تكفى تكفى يا بابي 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 بابي، الله يا بست، اخيرا يا شيخ. اي ابلع 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 ابلع، اقرا ام الحاله. توترت يوم انفردت بابي، المفروض اني ما اقرب ذا القرب من حارس عشان انهي زي الناس، لكن الحمد لله. اوباميانج يا مجنون، عشان كذا اقول لكم يعني ما ابغى اطلع اوباميانج بسبب هذا الشيء، يعني اقوارب ما راح يسوي هذه الاشياء. اوكي يمكن يسوي بس ما يسوي بزي الاداء اللي سواه اوباميانج. اوباميانج مجنون، مجنون مره مجنون، اقسم بالله انه مو صاحي اوباميانج،
لاعب لاعب اسطوري والله لاعب اسطوري. يا عمري خلاص ضمننا المباراة النهائية وجبنا الدرافت من اول محاولة، والله اول محاولة وفوق كذا من زمان ما لعبت فيفا، فالحمد لله بدعنا بدعنا وتشكيلة والله ساعدتنا للأمانة. يعني قايل لكم إذا ما أخذت الدرافت ف يا أن فيني شيء يا أن يعني تشكيلة مو مقصرة، فالحمد لله تشكيلة ما قصرت. لعيبة أساطير أقسم بالله، درافت من يعني صار في عصبية صار في كل شيء. المباراة الثالثة والرابعة كانت صعبة لكن الحمد لله تجاوزنا كل شيء، يعني بدعنا وما قصرنا ما قصرنا. فالحين بنفتح بنفتح الباكجات او الجوائز حقتهم، اوكي رير 2 وبريميوم جولد باك 1. فنفتح البريميوم الباكج 7500، بعدين نفتح ال 15000 او 25000 2. فبسم الله اول باكج كله سكيب طبعا، يعني ان شاء الله نطلع عليه احد كويس. تخيلوا يطلع لنا لاعب خرافي جد، تخيلوا ما راح نشوف في شاشات ولا ما في شاشات وكذا، لاني عارف حظي انا اصلا. المهم بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسوا لايك، واذا تبون مقاطع اكثر من فيفا او درافت او اللي هو ما ادري ايش اسوي في فيفا غير درافت، لان تشكيلتي مره عاديه، التشكيله هذه حقتي يعني حتى بايع مختريان، اتوقع انه ما انباع عشان ابدا درافت سريع سريع لاني مليت، فاتوقع انه ما انباع. لا انباع اوكي، فما عوضتني شيء الكوينز فا اصلا عادي، او ما عوضني شيء درافت فاصلا عادي. إذا تبون قاطع أكثر، تبون نلعب بالتشكيلة هذه أو تبون مثلا أجيب تشكيلة أقوى من كذا، أكتبوا لي في الكومنتات تحت. وطبعا بوجبا يعني تجربة أغلب اللعيبة القوية مرة تجربة، فعندنا كانت تجربة. بس هذا كان مقطع اليوم، إن شاء الله المقطع عجبكم لا تنسوا اللايك، ويتم قاطع أكثر مثل ما قلت لكم اكتبوا لي تحت الكومنتات، نبغى نشوف دعمكم على هذا المقطع. والله تعبت أنا أسجل، تعبت العصر كله راح تسجيل في هذا الدرافت وصار اللي صار، يعني زبزت قروشت هذا المقطع مرة كثير، فالله يعيني على المونتاج. وبس أشوفكم على خير، سلام.